أول شغلة قلت لك قبل، أنا فخور فيها بكل شيء عملته ماريتا، حدا مجتهد وشاطرة. عاصي الحليني يكشف مفاجأة عن كواليس زواج ابنته ماريتا الحليني في غصة. حفل الزفاف سيكون في وقت قريب، لن يكون ضخماً، ولهذا يشعر بغصة. هيدا يلي بيستحيل أعطي قلبي. تحدث الفنان اللبناني عاصي الحليني عن احتفاله بخطوبة ابنته الفنانة اللبنانية ماريتا الحليني. وفي لقاء له مع برنامج إيتي بالعربي، عبر عاصي عن سعادته الكبيرة بهذا الحدث العائلي المميز، مشيراً أن كل أب يشعر في هذه اللحظات بفرحة وغصة في نفس الوقت، فمن جهة هو سعيد بفرحة ابنته التي تريد تحقيق الذي تريده، وبالوقت نفسه لديه غصة أن ابنته ستترك المنزل. هذا صعب، لكن في النهاية الله يعطيها أيام حلوة. كما كشف عاصي خلال اللقاء أن حفل الزفاف سيكون في وقت قريب ولن يكون ضخما، لكن سيكون كاحتفال الخطوبة. كل بي بيوم من الأيام بيبقى عنده هيك غصة أنه بنته رح تترك البيت أو. ومن ناحية أخرى، كانت كشفت الفنانة اللبنانية ماريتا الحليني لأول مرة تفاصيل علاقتها بخطيبها كميل أبو خليل، وذلك بعد يومين على مفاجأة الجمهور بإعلان ارتباطهما رسميا. وفي تصريحات صحفية بحسب ما نقلت النهار، قالت ماريتا إنها وخطيبها كانا زميلين في العمل وجمعتهما علاقة صداقة قوية وتعارف شديد، ثم بعدها بفترة اشتدت علاقتهما وقررا الارتباط، ثم اتخذا خطوة الخطوبة. كما أكدت الحليني أنها كانت تقول دائما أنها تريد الارتباط بشخص يدعمها وتدخل في علاقة عاطفية وزواج صحي ولا يسبب لها تراجعا وأذى على المستويات الصحية الجسدية والمعنوية. واختتمت قائلة أن خطيبها يدعمها دائما ويشجعها ويقف إلى جانبها ويدفعها إلى النجاح والتميز وأخذ خطوات إلى الأمام. هذا وكانت أعلنت الفنانة اللبنانية ماريتا الحليني خطوبتها رسميا على الشاب كميل أبي خليل الذي يشغل منصب مدير الإنتاج في أنغامي. وفاجأت ماريتا متابعيها عبر إنستغرام بصورة جمعتها مع كميل، بدا فيها راكعا ليطلب يدها، وكتبت في تعليق بما معناه قلت نعم لحب حياتي، في إشارة إلى موافقتها على الارتباط به. وفي أول تعليق لوالدها الفنان اللبناني عاصي الحليني على الخطوبة المفاجئة، فقد نشر عاصي مقطع فيديو خلال طلب كميل يد ماريتا في العاصمة الفرنسية باريس، مرفقا الفيديو بقلب أحمر معبرا عن حبه الكبير لابنته ومتمنيا لهما حياة سعيدة. بدورها كولات الحليني والدة ماريتا نشرت صورة تجمع ماريتا بخطيبها على حسابها عبر انستغرام، وأرفقتها بالتعليق التالي: ألف مبروك، سعيدة جدا لخطوبتكما، أحبكما كثيرا.